الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في كل وقتٍ وحين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، نسألك بالمكنون من أسرارك وبالعظيم من أسمائك وبما وارت حجبك من نعمك وآلائك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لطاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وأصلح لنا ذرياتنا من غير حول منا ولا قوة، واحفظنا يا مولانا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ونسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.